بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقاء جديد معكم واليوم حديثنا سيكون عن خلق الامانه. في ظل الانتشار الكبير لشبكه الانترنت وما يرافقها من تطورات اثرت في نفوس وعقول واخلاق الشباب خاصه خلينا نقول وبكل وضوح أنه اليوم وبسبب ظهور جيل تربى منذ نعومة أظفاره على التعامل اليومي مع الإنترنت اختلفت مفاهيم ودلالات الأخلاق عندهم وأصبح عندنا ما يشبه التباين الأخلاقي إذا صح التعبير بين وبين الجيل السابق لهم من أبرز هذه الأخلاق الأمانة الله عز وجل في القران الكريم يقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها هذه رساله ربانيه مباركه تقول لنا ان غياب هذه الاعمال الامانه بمعناها الواسع بالمعنى الشامل سيؤدي الى نوع من الاختلال في حركه الحياه بكل ابعاده وبالتالي الى تضييع نعم الله تعالى والى فساد البشريه في تعاملاتها ونشاطاتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، اذا بنقرا بماذا كان يوصف النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ الصادق الامين. هذا الوصف لازمه قبل الاسلام وبعد الاسلام باشد اوقات عداوه القوم له كان يوصف بانه الامين بل النبي نفسه صلى الله عليه واله وصحبه جعل الامانه علامه كبيره على حسن ايمان المرء الحديث شو بيقول لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له يعني هذه الأمانة هي لها قيمة ولها وزن ولها دلالات كبيرة مشان يعني هيك حتى النبي صلى الله عليه واله شو قال؟ جعل نزع هذه العلامة دليل على فساد الزمان وعلى اقتراب الساعة إذا الأمانة يا إخواننا شيء كثير 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 كبير ومهم خلينا بداية قبل ما نفوت بهالمواضيع نحكي شو يعني أمانة؟ إلى عصر قريب كان الناس يفهمون معنى الامانه بشكل خاطئ او بشكل محدود فجعلوها مقصوره على الناحيه الماديه فقط وبات مفهوم الامانه في عقول عدد غير قليل هو المال بينما الحقيقه ان كل ما يتوجب على الانسان حسن ادائه والمحافظه عليه ماديا او معنويا او ادبيا اسمه الامانه بعصرنا اليوم نضيف اليه الكترونيا يعني افتحت تليفونك عم تحكي على الفيسبوك، على الانستغرام، على التيك توك، هيدي أمانة. بدك تنشر فيديو، هذه أمانة. بدك تطرح فكرة على هذه المواقع، هذه أمانة. وبالتالي أيضاً سرقة البوست وسرقة الصورة وسرقة الفيديو، هذه أيضاً سوء أمانة. منشوف اليوم كثير ناس بياخذ مقال بياخذ صورة بياخذ فيديو بيحط اسمه عليه لا هذه سوء أمانة مفهوم الأمانة اليوم صار أوسع بكثير من ما كان عليه بالسابق ليه؟ لأن مصادر المعرفة توسعت وازدادت لدرجة كبيرة جدا بل لمرحلة تتيح لأي إنسان يأخذ ما يشاء دون أن يدري صاحب الحق بأنه حدا أخذه بعض الناس اليوم بعد شو لك إنه شي خلاك كرمال بوست وكرمال صورة بتعملنا أمانة وقضية كبيرة المشكلة مش هون المشكلة أنه سرقة هذه الأمور توسعت مع الأيام صار في ناس بتفوت على صفحات معينة لأحد الأشخاص بتسرق مقال كامل بتفوت على موقع لجريدة ببلد آخر بتسرق مقال وبتنشره باسمها صار في ناس تأخذ أبحاث جامعية مثل ما هي بتعدل عليها شوي بتغير العنوان وبتنسبها لحالها بل هناك من الناس من بالفعل سرق رسالات ماجستير أو دكتوراه ولعب فيهم شوي وتقدم إلى بعض الجامعات وحصل على لقب أو على درجة جامعية هيدا كله سوء أمانة وخيانة للأمانة اليوم بعصر الانترنت والذكاء الاصطناعي في عنا مثلا انتشار كبير لما يعرف بالسرقة الأدبية أو العلمية وأخطر نوع ما يسمى بالسرقة الفسيفسائية شو يعني؟ يعني بيجي طالب أو إنسان بياخد من هون شوي من هون شوي من عند فلان شوي وبيسرق من هالموقع شوي وبيضيفهم على بعض بيورد بيناتهم بيعمل نص جديد ككلام ولكن نفس المعلومات نفس الترتيب نفس الأفكار هيدي اسمها سرقة علمية اسمها سوء أمانة مشان يعني هيك اليوم في برامج متخصصة وموجودة ومعتمدة بالجامعات تكشف هذا التلاعب يلي عم بصير وأعتقد من فترة سنتين أو ثلاثة تم اكتشاف عشرات الرسائل الجامعية اللي قدمت وبالفعل تبين أنه مسروقة خطورة ما نقول أيها الأحبة تخيلوا أستاذ جامعي يعلم الطلاب وهو أصلا سارق أبحاثه وسارق إشهاداته تخيلوا داعية يخطب ويدرس الناس وهو سارق رسالة الماجستير أو الدكتوراه تاعيتهم صدقوني يا اخواننا ما اقوله تم اكتشافه بحياتنا الواقعية لذلك نقول مفهوم الأمانة في عصرنا توسع جدا جدا وبات الالتزام بهذا الخلق مطلوبا أكثر فأكثر وانتبهوا عدم الالتزام به في بعض الحالات يلي ذكرتها لا يعني أنه ما في سوء أمانة لا ولكن يعني أنه الإنسان انزلق في العديد من الأمور المحرمة يعني مثلا، خلينا نعطي مثل. انسان سرق مقال صحفي من اي بلد ونشره باسمه. اولا عمل سوء امانه. ثانيا اخذ عليه مالا يعني اصبح ماله حراما. ثلاثة بنى سمعة او اسما له من جهد الغير. رابعا طعم اولاده وعيلته من مال يعتبر مسروق. يعني استهتار بقضية الأمانة شوف لكم أمر محرم وصلنا السرقات العلمية الأدبية الإلكترونية من قضية سوء أمانة فحسب بل أنها حرام شرعا ولا تجوز لأن فيها محظور كبير جدا المحظور الأول اعتداء على الحقوق المادية والمعنوية للغير كحقوق التأليف والاختراع والابتكار وهذه حقوق على فكرة مصانة شرعا وقانونا لأصحابها وممنوع انك تتصرف فيها المحظور الثاني الغش والتدليس انت عم تغش الناس لانك تقدم لهم باسمك ما ليس من جهدك ولا من فكرك قد اليوم نقرا كتاب او مقال لانسان نقول ما شاء الله شو هالفكر شو هالكلمات الحلوه شو هالافكار الرائعه بتسمعوا بمقابله على برنامج معين على التلفزيون او الاذاعه بتقول مستحيل هيدا يكون هو اللي كاتب هالمقال في فرق ثقافي وفكري كتير كبير بين ما نقرأ وبين ما نشاهد لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه قال من غشنا فليس منا من غشنا تبقوا غشنا على الإطلاق ليس منا وأيضا قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور اخواننا الكرام، الحقوق المعنوية والأدبية والعلمية واليوم بعصرنا الإلكترونية لها في العرف قيمة مالية صاحب المنشور أو المقال أو الفيديو أو ما شابه يحدد أجره المالي من قبل المؤسسات بناء على ما قدم من جهود منشورة مشان هيك بيدفعوا مش هناك في ناس عايشه على مثل ما بنقول يوم السوشيال ميديا يعني في مردود مالي انت لما تاخذ هذا الامر وتستغله وتنشره انت تعتدي على مصدر رزقه بناحيه من النواحي ايضا من باب سوء الامانه في عصرنا الحالي ما نراه عند الكثير من الشباب وخاصه الطلاب وهيدي صارت كثير منتشرة أنهم يعتمدون على مواقع الذكاء الاصطناعي لإجراء البحوث الجامعية أو لحل الواجبات المدرسية يعني من أولادي وأولادك والكل صرنا بنفوت من لقيه ماسك التابلت أو التليفون شو عم تعمل بيقول لك عم بدرس تدقق فيما يفعل بتلاقي انه عطينه واجب بالمدرسه بفوتوا مثل ما هو على الذكاء الاصطناعي بياخذ الاجابه خالصه من حوالي تسع شهور او سنه تقريبا خبر صدر في وسائل الاعلام انه جامعه بريطانيه اسمها جامعه كارديف الطلاب فيها قالوا انه حصلوا على تقييمات ودرجات عاليه للمقالات المكتوبه من قبلهم بينما بالحقيقه هن شو عاملين مستخدمين برنامج الدردشه الالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي اللي بنسميه شو تشات تي القصه مش بس بالطلاب انتبهوا ما شوفوا كيف الفساد يتوسع نفس التقرير الصادر عن الجامعه بيقول لك بانه مش بس الطلاب يلي استخدموا الذكاء الاصطناعي لا 48% من طلاب هذه الجامعه استخدموا ادوات الذكاء الاصطناعي كوسيله مساعده لاكمال المسابقات المدرسيه، وبالوقت نفسه شوف يعني المفارقه انه حتى الاساتذه اصبحوا يعتمدون في كتابه الامتحانات على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. يعني الفساد انتشر وعم وأصبح أكبر بكثير مما كان يتوقع البعض طيب هذا الكلام كله يا أخواننا ماذا يعني؟ يعني إضافة إلى ما قلناه سابقا من أنه هيدا سوء أمانة هيدا غش هيدا تدليس أيضا هذا يعني أنه في قتل للجهد البشري وللتفاعل مع الإبداع أيها الأحبة بنص القرآن الكريم الله تعالى حين ذم بعض الأصناف من الناس من ضمن مين لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ركزوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا مين هن المتفاخرين والمرائين يلي بدوا الناس تمدحهم بالخير يلي هن ما عملوه بالحق الذي لم يقولوه بالكلام الذي لم يكتبوه لأنه كله مسروق من فلان أو علان ومحطوط باسمهم زورا وبهتانا ومثل ما ورد بالحديث الشريف من ادعى دعوة كاذبة أو من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة يتكثر مش بس ماديا معنويا وأدبيا وسمعة أو مشابة إذا يلي عم نقوله نحن إنه مفهوم الأمانة بعصرنا الذي نعيش فيه اليوم أصبح واسع جدا جدا وأي إنسان يبعد عن فكره عن علمه عن عمله عن نفسه هذا الخلق اللي هو الامانه سيغرق في بحر غميق من الظلم ومن الخيانه ومن التدليس ومن الغش وصدقوني يا اخواننا مثل ما الحصول على المعلومه اليوم بعصرنا سهل اصبح الكشف عن السرقه الادبيه ايضا سهل يعني ما حدا يغتر بانه والله انا قدرت اخذ لا ستدور الايام وسيكتشف انك سارق لهذه الامور. اللهم اجعلنا من اهل الامانه قولا وعملا وفكرا وخلقا واغفر لنا انك انت السميع المجيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.